لقد تم اليوم واحد اللقاء ديال تسيج جمعيات محلات ومهنيا غسل السيارات. لقد عانينا كثيرا من الإغلاق اللي جاب القرار الولائي، وهاد الناس عانوا بزاف، خاصهم يحلوا طيلة الأسبوع، لأنه جميع القطاع الحمامات والمحل اللافاجات كلهم محلوا، والناس كلهم كيطالبوا وارتأوا بزاف ديال المشاكل بيحلوا طيلة الأسبوع إن شاء الله الرحمن الرحيم. وكنطلبوا من المسؤولين الجهة المسؤولة باش يعطيونا باش نخدموا طيلة الأسبوع. هذا القرار اللي جا باش نسدوا 3 ايام ونحلوا 4 ايام، ولكن هاد 3 ايام ما كتكفيش، انه مع الشغالين والناس كاري المحلات تضروا. تقريبا في مراكش ما يزيد على 150 محل لافاج، وكل محل تيهز 4 ديال الاشخاص، وكل شخص عنده 4 العائلات، كل شخص في العائله عنده 4. ديال السيارات ان القرار الولائي احترمناه بايجابيه، وكلشي انخرط في هذاك، كلشي انخرط في هذاك الاحترام. ولهذا حنا كندعيو من هذا اللقاء ديالنا بالقرار تاع السلطه، الالتزام ديالنا يجب ان يراعى ويجب ان تعيد فيه النظر. ياتي هذا الاجتماع ديالنا اليوم لتجديد المكتب ديال الجمعيه في اطار الحصار المضروب على مهني هذا القطاع هذا، وبالتالي لتلبية مطالب واحد مجموعة من المهنيين اللي كيطالبوا على غرار ما تم في عديد من المدن بفتح بإلغاء هذيك الأيام ديال 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 المنع من 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 غسيل السيارات، وبالتالي أننا نكونوا بحالنا بحال الناس، وبالتالي وأن نرفع الضرر على هذه المجموعة من المهنيين، وبالتالي أعطاهم حقهم بحالهم بحال باقي المواطنين. لا شك ان الهم ديال ترشيد استهلاك الماء هو هم جماعي، وبالتالي فان يعني الوعي ديال الجمعيه بهذا الموضوع هذا ديال ترشيد الماء، ويعني انه ما نضيعوش الماء، فهذا يعني كيبان انه هم مشترك، وبالتالي فان جميع الناس انا كنظن بانهم واعين بهذا المشكل هذا، وباننا كنقولوا بان جميع المهنيين كيحاولوا ما امكن باش ما يضيعوش هذه النعمه ديال الماء يعني بشكل مفرط، وانما فانها كيتم في واحد الاطار يعني مرشد ومقدم. المطلب ديالنا اولا اننا يعني احنا كقطاع مهيكل نحاول ان نجعل من هذه الجمعيه انها نموذج تسعى الى هيكله، يعني هيكله هذا القطاع هذا، يعني وضمان انه يمشي في اطار قانوني وفي اطار صحيح، ويسمح للجميع بممارسه هذه المهنه في اطار قانوني ومعقول، وبالتالي يحترم واحد الاثمنه اللي هي جماعية وغير منفردة. لا شك في ذلك بأن المطلب اليوم خاصة أن الأمطار الخير قد عمت تقريبا ربع المملكة بأجمعها، فإن يعني أن يعني الرجوع إلى الوضعية القديمة أصبح يعني ماشي مطلبا ملحا، وإنما أمرا طبيعيا يجب أن يعني أن السلطات تراجع هذا القرار، وبالتالي تسمح لأرباب هذا يعني المهني غسيل السيارات أنهم يرجعوا لوضعهم الطبيعي، خاصة وأن العدد منهم قد تضرر فعلا بهذا القرار.